راديو بلس بلس كن راديو. بعد 17 عاما على خطاب أجدير يلتئم شمل الأمازيغ هنا ببيوغرا 35 كيلومتر على مدينة أكادير المنتدى الأول للأمازيغ الأحرار. هنا يجتمع الكل من أجل مناقشة الأمازيغية المكتسبات والتحديات. ضيوف من أكادير ومن خارج أكادير ومن خارج المغرب كما قلت لمناقشة التحديات والمكتسبات فيما يخص الأمازيغية في ظل نقاش حول تنزيل الأمازيغية في المغرب بين الدسترة والتنزيل الحقيقي. تابعوا هذا الروبورتاج لغاديو بلس من هنا من المنتدى الأمازيغي الأول لحزب التجمع الوطني للأحرار. سعيد كذلك باش نكون معكم باش نحتفلوا جميعا بالذكرى 17 عام ديال الخطاب التاريخي الملكي ديال أجدير. تمازيغ تكاتا مدوت الدستور 2011 غيكون لكل السن المغاربيين مشان ورطومز ايديسنس غماس نوبنس المؤسسات بمعنى تكاتا مدوت الدستور ولين تفعيل الدستور وريلي اذا نصدر النيني انه تكا رسميه مع وقف التنفيذ. وكان انزقوم اللي دار نخلان غير اختي زياد اللي غندلا هو ازرفان تمازيغ اللي سولكاني المشاريع غير البرلمان ادفغن باش يبدو التفعيل ولا اني الدور فغن اركيخ الا التجويد التعديل نسنا شكو غير كاد اللي كان غيلا وطبقني الدستور كنير نتناي انه المشاريع القوانين يخصها فلسنيه للتعديلات باش تكن خل مستوى الدستور باش هذا يمكن تفعيل تمازيغ تاهي اللي غير كلي سايتيني الدستور غواني كان غير هذا مزقوم انت زياد اللي غنلا. بالنسبه لماسي عجبني كما اللي تذكر التجمع وهو يعني تركز باهره في الهويه الامازيغيه لانه غني غنتا تايكان كان يعني يا الحل غدا يا نفسي مقرن كي كان نتمو كرسين لانه اهم حاجه وهو تسليح الانسان بالمعرفه. تسليح الانسان بالمعرفه يعني ما يقال المعرفه اخت مازيرتنا شنو هي المعرفه ديال في هذا الوطن نتعرفوا على ثقافتنا وعلى الهويه ديالنا وعلى الاصل ونكونوا يعني ونكونوا ونحطوا انفسنا امام امر الواقع ما معنى امام امر الواقع وهو يعني الناس اللي كيدفنوا في الثقافه ديال هذه البلاد وراهم ماشي راه هذا الشيء ماشي من مصلحه الوطن من حق اي انسان مغربي كيف ما كان النوع ديالو وكيف ما كان المنطقه ديالو يتعرف على الهويه ديالو الامازيغيه. كما كتشوفوا الرواق ديالنا كله امازيغيه. حنا الحمد لله مهتمين باللغه ديالنا اللي هي اللغه الام ضروري. اول ما نجزتو كان هذه تقريبا في 2006 هو لعبه ديال سكرابل باللغه الامازيغيه. لعبه سكرابل هي لغه عالميه. في الوقت اللي صوبت انا كانت ديك الساعه كان تساؤل واش الامازيغيه هي دارجة ولا اللغة، مي بفضل الإنجاز ديال هاد اللعبة هادي تبين بأن فعلا اللغة الأمازيغية لغة لأن فيه قواعد اللغة بزاف. من بعد نجزت واحد المنجد هو كما كتشوفوا هنا هذا أول منجد بلغة فرنسي أمازيغي من حيث عدد الكلمات لأن فيه 26 ألف كلمة يعني حتى هو تطلب الوقت وتطلب أبحاث شحال ديال المسائل. Radio Plus, plus qu'une radio.